بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، اليوم كان في ملحمة أنتوا سجلتوها قبل وأثناء الحضور قبل انعقاد الجلسة. كانت هناك ملحمة اصطفاف غير مسبوقة في تاريخ المحاماة. انتبه المحامون إلى أن هناك خطر داهم يريد أن ينال من المحاماة ويريد أن ينقض عليها. انتبهتم وانتفضتم فكنتم خير دفاع لي وخير سند لأي مدافع عن قضية وراءه فيها مثل هذه الألوفة التي أراها والتي سجلت أسمائها في محضر الجلسة. إحنا بنخوض معركة شرسة وغير مسبوقة أيضا، معركة تحرير النقابة وصد العدوان عنها، تحرير النقابة من غير المشتغلين الذين يحملون بطاقات العضوية ولا يمارسون المحاماة، وإنما يتداخلون معكم من أجل أن يتشابهون معكم في الكرنيهات وفي البطاقات ليشاركوكم في النهاية في كل مدخلات نقابة المحامين من أرصدة علاجية أو معشات. وكانت التنقية معركة شرسة أيضا، شرسة لأننا كنا نؤلم المحامي من أجل هذه التنقية، فكان المحامي المشتغل أيضا يتألم معنا عندما استجاب المحامين لطلبات مجلس النقابة ولجنة القبول في استيفاء شروط الاشتغال. فطواعية وعن طيب خاطر وأيضا بالإحساس بالألم استجابوا، وقد من أنه استحقاقاته في نقابة المحامين مش هتروح لغيره. إحنا النهاردة استطعنا بعون الله وبتوفيقه إلى أن نصل إلى أرقام أعتقد أنها مريحة جدا ومطمئنة جدا. المحامين المشتغلين من الابتدائي ولغاية النقض حوالي 160-170 ألف، وده رقم معقول، ممكن يبقى زيادة شوية لكنه معقول ومقبول. وكان هذا الاقتصار أدى إلى أول دفعة من دفعات الإنجاز اللي تمت على مستوى العلاج وزيادة المعاشات. احنا رفعنا العلاج بالأسهم وبالأنصبة اللي أعلن عنها لحضراتكم، مش ضروري نكررها أو نعيدها، لكن هي مضاعفة قيم العلاج التي كانت سائدة قبل ذلك من العام الأول في مردود عوائد المحامين. أيضا المعاشات زادت، وبإذن الله المراحل القادمة سوف تشهد زيادة مضطردة في معاشاتكم وفي علاجاتكم المختلفة. أما عن العدوان فهو عدوان التعليم المفتوح اللي أدركنا خطورته منذ اللحظات الأولى. نظام ليس فيه توازن ثقافي ولا قانوني. أنا لسه كنت في المحكمة بقول إنه إحدى المدعيات واخدة دبلوم في التطريز والخياطة وخدت لسانس الحقوق وصدرها معادلة. هل ينفع اللي خد هذا الطريق وسلكه ده، طب ما تكمل فيه، ما هو طريق لو الإنسان أجاد فيه هيحقق فيه إنجازات ويحقق فيه طموحات ويحقق فيه نجاحات تعود عليه بعوائد كبيرة. لماذا المحاماة؟ احنا مش محتاجين خياطين في نقابة المحامين، ومش محتاجين
دبلوم زراعة أو دبلوم صنايع أو دبلوم نجارة أو دبلوم أي دبلوم من هذه الدبلومات إحنا بنحترمها وبنحترم أصحاب العمل بيها، بس بشرط إنهم يشتغلوا فيها، مش إنه يقول أنا هشتغل في النجارة وبعدين فجأة أنا عايز أبقى محامي. لا، أنت كده أنت داخل طمعان في نقابة المحامين. لما نقابة المحامين حققت وفرات نقدية وأصبح لديها احتياطي ضخم يزيد عن 600 أو يصل الآن إلى 600 مليون جنيه، ده احتياطي ما كانش موجود قبل كده، ما كانش موجود من 3 سنين، ما كانش موجود. لا بوجودكم، لا بوجود المحامين، لا المحامين المشتغلين هم اللي ساعدوني على كده. أنا ما كنتش أقدر أعمل ده إلا بإن أنتوا كنتوا معايا، وأنا رغم كل المخاصمات الانتخابية وكل الحراك وكل العراك وكل الكلام اللي انتم بتشوفوه على الفيس والتواصل الاجتماعي، حراك انتخابي مزايدة انتخابية، المحامي المشتغل اشتغال حقيقي، ايه مصلحته يدخل غير المشتغلين في نقابة المحامين الا اذا كان يريد ان يخطب ود هؤلاء انتخابيا او يريد ان يفسد عليك ما تسيره وتنظمه من قواعد تحافظ على اموال وعلى مقدرات نقابه المحامين. ايه اللي يخلي حد محامي مشتغل يقول ماله الدبلوم المفتوح ولا التعليم المفتوح؟ ما من حق الناس دي تاخد وتيجي يا سيدي الفاضل، احنا بنحسبها لك 30,000 او 40,000 لو دخلوا نقابة المحامين، ودول أعمارهم فوق 35 والأربعين سنة. أنا قلت ده في المحكمة، دول داخلين يتعالجوا عندك على طول كده، داخلين ياخدوا العلاج بتاعك، هيقسموك فيه. لو كل واحد من الخمسة ومن الأربعين ألف خد 20,000، تبقى أنت محتاج 800 مليون جنيه في السنة. تجيبهم منين؟ من حساب المحامين دول؟ أدفع لهم أنا من جيوب المحامين دي، أشغلهم علشان هم قدروا يخطفوا حكم من الأحكام إحنا طعنين عليه؟ لا، إحنا مش هنستجيب لهذا الأمر، وأنا مصمم على إنه مش هنطبق في القانون في نقابة المحامين إلا اللي يكون في صالح نقابة المحامين وفي صالح المحامين، إنما اللي ضر ويسحب أرصدتكم ويستنزفها ويستهلكها ده اللي خطر. انا ما اقدرش امارسه. انا قلت في نقاب في المحكمه، انا في حاله دفاع شرعي عن النقابه، دفاع شرعي كامل. الدفاع الشرعي ده عن المال والنفس، المال والنفس مالي بدافع عنه، لانه لو تركته بالقواعد العامه العاديه هيروح مني. هو الدفاع الشرعي ايه؟ مش انك بترد العدوان بالقدر وبالكفايه وباللزوم زي ما بيقولوا الشراح، علشان حتى لو كان فعلك يمثل جريمة من أجل أن تدفع عنك ضرر. الدفاع عن قيمة نقابة المحامين ده قيمة، وأنا لما القاضي قلت للقاضي لما يوقف قدامك محامي أنت تعلم إن هو واخد دبلوم صنايع، أنت هتقدره؟ أنا قلت أكتر، قلت من القيم الراسخة في العدالة انه ينتقل قاضي، لانه ما يكفيش انه يحكم بالعدل، انا لازم اشعر ان القاضي ده سوف يحكم بالعدل. قلت له ماذا لو كان هذا القاضي واخد دبلوم من الدبلومات وقعد في مجلس القضاء؟ انا هثق فيه؟ لا مش هثق فيه، ومش هثق في عدالته، مش هنثق. هي مش بنعاير حد يا اخوانا، مش بنعاير حد، بس المحامي ما ينفعش رائد فضاء، ما ينفعش طيار، ما ينفعش يبقى مهندس، ما ينفعش يبقى طبيب. المحامي ما ينفعش، ده مش عيب ان المحامي ما يعرفش يبقى ما ينفعش يبقى طبيب، مش عيب ان المحامي ما ينفعش يبقى طيار، مش عيب ان المحامي ما ينفعش يبقى مهندس، لكن العيب انك تركب القواعد على بعضها البعض من اجل ان تدمر مهنه المحاماه. اللي عمل التعليم المفتوح ده مجرم في حق المجتمع وفي حق الدوله وفي حق كل من استجاب وتعلم في هذا النظام على ظن أن ذلك سوف يؤهله تأهيلا متوازيا ومعادلا
لما في النهاية عدلوا عن هذا الموقف ولغوا التعليم المفتوح وأصبح في حكم النسيان. النهاردة بنواجه فلول التعليم المفتوح، البقايا اللي عدت من 2000 فلول تانية من 2012 حتى الآن ما فيش تعليم مفتوح. يبقى احنا الحيطة المايلة، احنا الجراش، احنا مجلس الدولة يرفضهم، احنا مجلس الدولة يرفض واحنا نقبل، احنا القضاء يرفض واحنا نقبل، احنا الشرطة المتخصصة ترفض واحنا نقبل، الجامعة ترفض واحنا نقبل. هي نقابة المحامين اقل من دول؟ لا والله، نقابة المحامين ما هي اقل من القضاء ولا من النيابة ولا من أساتذة الجامعات ولا من أي جهة من الجهات اللي تمسكت برفضها لفكرة التعليم. لا مش أقل ولن نكون أقل، علشان كده احنا مصممين على مسيرتنا، مفيش تراجع عن كل القيود والضوابط اللي احنا خدناها في النقابة علشان نحافظ على المحامين ونحافظ على حقوق المحامين ونحافظ على إمكانيات المحامين. أنا واثق إن المحامين مدركة الآن أكثر من أي وقت مضى، أكثر من أي وقت مضى، خطورة كل دعاوى الغلواء ضدنا اللي كانوا بيزايدوا بالأحكام القضائية وبالنزاهة وسيادة القانون، بيتكلموا عن سيادة القانون. طب هو من سيادة القانون إنه في قاضي يحكم وابنه له مصلحة في الدعوة؟ هي دي سيادة القانون؟ أو زوجته تبقى صاحبة مصلحة في الحكم اللي أصدره؟ هو ده قانون؟ ما يبقاش قانون وما يبقاش سيادة وما يبقاش أي حاجة خالص. ومن حقنا نقاوم بكل الوسائل المتاحة، من حقنا نقاوم. احنا مسيرين دعاوى مخاصمة في مجلس الدولة، مش هنسيبها، مش هنتخلى عنها، وهنتعقب كل من أراد أن ينال من نقابة المحامين بسوء وبسوء قصد. مش هنسيبه، مش هنسيب حد يتلاعب بنقابة المحامين تحت أي ظرف تحت أي عنوان، حتى ولو كان المتحدث محامي. المحامي ربنا معانا إن شاء الله. إحنا واثقين تماما إنه المزايدة دي مزايدة انتخابات، مزايدة تعريض. النهاردة حضور المحامين في المحكمة، وجودكم النهاردة في الشارع، وجودكم النهاردة هنا، ده دليل على انه نقابة المحامين متمسكين بنقابتهم، متمسكين بتنقية الجداول، متمسكين. شكرا. متمسكين بان نقابة المحامين مش لازم تكون لغير المحامين، مش ممكن تبقى لغير المحامين. احنا يا اخوانا احنا بنتحارب بكل الوسائل. يعني خلوا بالكم، احنا كل شويه حد بيطلع بحكايه. يعني واحد مره نشر من انه النيابه العامه دفعه 18 طالبه سنه جامعات ومش عارف ايه، وتعليم مفتوح كذاب، ده مزور. ليه تعليم المفتوح اتلغى من 2012؟ مفيش تعليم مفتوح السنه دي، في دفعه 18 مفيش تعليم مفتوح. انما هي حرب معنويه، هي بقصد ان هم يجهدونا ويجهدونا ويخلونا نتراجع عن اللي احنا فيه. مش لاقيين حاجه، ما عندهمش سبب مقنع لوقوفهم ضدنا. وانا بقول للمحامين اللي بتساند هؤلاء، سوبوا الى رشدكم، ارجعوا للمحامين، ارجعوا لمصلحتكم، لمصالح اسركم، لمصالح القيمه اللي انت فيها واللي انت بتؤديها، لصالح رسالتك، لصالح المحاماه. احنا حتى الان بنمد ايدينا لكل المحامين ترجع للصف وترجع تصطف للدفاع عن نقابة المحامين. احنا مش ضد سيادة القانون، لكن ايضا ضد ضرب نقابة المحامين، وضد تقويض نقابة المحامين، وضد تفتيت المحاماة، وضد تصغير المحاماة. المحاماة اللي اصبحت جزء من الدستور، فصل في الدستور المصري اسمه المحاماة، لأول مرة في تاريخ مصر، في تاريخ كل الدساتير اللي في العالم، كل دساتير العالم لم يذكر فيها للمحاماة لا فصلا ولا بابا إلا نقابة المحامين المصرية، إلا المحاماة في مصر. لما الدستور يقول المحاماة مهنة حرة
تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع. نصغر احنا المحاماة، نصغرها ولا نبقى عند القدر وعند المسؤولية؟ احنا مؤسسة دستورية، مش هنسيب جداولنا لأي حد يعبس فيها. احنا بقدر الإمكان وضعنا كل الضوابط الجديدة في القانون، مشروع القانون المحاماة الجديد، من أجل تأكيد حماية المحامي، مش بس أثناء المحاكمة، مش بس أثناء المرافعة، وإنما امتداد الحماية طبقا للمادة 198 من الدستور إلى عدم جواز القبض على المحامي في جرائم السب والقصف والإهانة وجرائم الجلسات التي تقع أمام محكمة وأمام النيابة وأمام مقسم الشرطة. هذه الحماية يا اخوانا، خلوا بالكم من حاجه مهمه انتوا لازم تبقوا فاهمينها كويس. لا يوجد في مصر حد مستثنى من جرائم التلبس مطلقا الا المحامين مطلقا. يعني القاضي ما عندوش حصانه في التلبس، النيابي ما عندوش حصانه في التلبس، اللي عنده حصانه نيابيه، الضابط ما عندوش حصانه في التلبس، اللي عنده حصانه في التلبس بس المحامي، وفي اربع حالات على سبيل الحصر، السب والقصف والإهانة وجرائم الجلسات التي تقع منه، لا يجوز القبض عليه، لا يجوز القبض عليه ولا حبسه. ده استثناء لا يتمتع به إلا المحامي. لازم المحامي ده يبقى بقدر هذه الميزة وهذه الخصوصية وهذا التقدير، لأنه لو ما كانش بهذا القدر نبقى إحنا اللي بنتهاون، وإحنا اللي بنفرط، وإحنا اللي بنسيب، وإحنا اللي بنبيع، وإحنا اللي بنتخلى. احنا مش هنتخلى عن استحقاقاتنا. لازم المحاماة تاخد مكانها الطبيعي في المجتمع. لازم الناس تشاور ان المحامي عنوان الحقيقة والعدل، عنوان النزاهة، مش ان المحامي اللي ممكن يبقى معاه كارنيه من اي حتة وفي اي مكان. انا مش عايز اعدد الاوصاف تاني ولا اقول المواقع اللي احنا اكتشفنا فيها مثل هذه البطاقات والكرنيهات. انتوا اكبر من كده، المحاماة اكبر من كده، اكبر من ان حد يقول هو ده محامي، شوف المحامي اللي في الحتة الفلانية وفلان اللي بيقول انا محامي واللي راكب مش عارف ايه بيقول انا محامي. ليه كده؟ ليه احنا نفرط في المحاماة الى هذا الحد؟ علشان ايه؟ خايفين من حبس؟ لا، احنا مش خايفين من الحبس، احنا مش خايفين ولا هخاف من حبس، انما هدافع عن نقابة المحامين لغاية اخر فترة ممكنة معاكم وبمسؤوليتي. مش ممكن اتخلى عن دوري ولا عن مسؤوليتي. احنا النهاردة اخذنا حكم بعدم قبول الدعوة، إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا للمادة 103 محاماة. ده مش معناه إنه الملف اتقفل، لازم تبقوا فاهمين كويس، الملف ما اتقفلش، وأعدائكم مش هيسيبوا ثغرة ولا طريق ولا مسلك إلا عشان يدخلوا من خلالها. لكن أما وإن أنتوا جيتوا علشان تشاركوا في الملف، فما أصبح هذا الملف ملف التنقية والتعليم المفتوح، مش ملف لا سامع عاشور ولا مجلس النقابة، ملف كل المحامين المعنيين. عشان نترجم ده، لا احنا مش محتاجين جمعية عمومية، المؤسسة مؤيدة ما فيش فيها خلاف، إنما احنا محتاجين كتائب للدفاع عن نقابة المحامين، كتائب قانونية للدفاع عن النقابة في مواجهة التعليم المفتوح وفي مواجهة غير المشتغلين، مجموعات عمل في كل محافظة في كل نقابة تدرس وتقدم مذكراتها ودفاعها، ولو في قضية رفعت في اسكندرية يبقى محامين اسكندرية يحضروها، ولو في قضية رفع في أسوان يبقى محامين أسوان يحضروها، ولو في القاهرة يبقى محامين القاهرة يحضروها. أنا من الآن هأصدر لحضراتكم توكيلات بشأن تمثيل النقابة في كافة القضايا التي ترفع عليها بشأن التعليم المفتوح وبشأن تنقية الجداول، علشان تمارسوا دوركم في الدفاع عن حقكم. انتوا أقدر من أي حد انه يدافع عن حقوقه وعن المكاسب اللي وصل إليها أو توصل إليها. يبقى احنا في اطار الدور اللي بتمارسه نقابة المحامين، وانا حابب يعني اقفل معاكم بموضوع شايف انه مهم.
احنا كنا في زيارة لسوريا منذ ايام، من حوالي 10 أسبوع مش كده، قابلنا الرئيس بشار الاسد، استقبلنا وصلنا. طلع الصفحات التواصل الاجتماعي بقى كشفوا يعني اللي واجههم بشار لاسباب اخوانيه، طلع ازاي سامع عاشور يروح يقابل بشار الاسد. يا ساده يا حضرات، المعركه اصبحت واضحه، سوريا اللي بيقودها الان بشار الاسد في مواجهه مين؟ في مواجهه داعش، في مواجهه الامريكان، في مواجهه تركيا، في مواجهه قطر، في مواجهه اسرائيل. نبقى مع مين؟ احنا اخترنا ان احنا نبقى مع سوريا، مع سوريا ضد اسرائيل، مع سوريا ضد تركيا، مع سوريا ضد قطر، مع سوريا ضد داعش والارهاب والارهابيين. هذه قضية واضحة، احنا كنقابة مؤمنين بها ايمان كامل وقطعي، مفيش فصال. انا مش هساوم ومش هسلم سوريا لداعش، ولا سلم سوريا لامريكا، ولا سلم سوريا لتركيا. النهاردة دول مين اللي جاب الناس دي هنا؟ مين اللي دخلها سوريا؟ الاموال الخليجية التي دفعت من قطر وغيرها، اللي مولت عصابات دخلت سوريا علشان تقتل الشعب وعلشان تضرب الشعب وعلشان تتخذ من الشعب دروع بشرية يهلكوها من اجل بقائهم ومن اجل. هو في حد بيعارض بدبابات وغواصات؟ هو احنا لما نكون عايزين نعارض ما بنعارض بمظاهرة، بنعارض ببيان، بنعارض بموقف، بنعارض بقضية، انما بدبابة، بغواصة، بمدرعة؟ الاسلحة دي دخلت ازاي؟ دخلت سوريا ازاي؟ الا اذا دخلت بقوة امريكية، دخلت بتواطؤ تركي، دخلت باموال قطرية. انا ما يعنينيش بشار الاسد ظالم ولا عادل، الشعب السوري يخلص معاه. واحنا قلنا رأينا في سوريا في 2006 على فكرة في مؤتمر كان حاضر الرئيس بشار الاسد، لكن دي قضية خصوم هم. انا قضيتي الان مش انه بشار عادل ولا ظالم، قضيتي انه سوريا تبقى محتلة ولا تبقى مستقلة. انا مع سوريا المستقلة، مع سوريا في جامعة الدول العربية. وبقول لاصحاب المواقع العدائية اللي يعني زعلانين ان احنا قابلنا بشار الاسد، طب انت هو يعني ايه اللي مسخنك يعني؟ طب انت زعلان على مين؟ طب ماشي، بشار الاسد في مواجهة مين؟ يعني انت مع امريكا؟ يعني انت مع تركيا؟ يعني انت مع اسرائيل؟ يعني انت مع قطر؟ حاجة غريبة جدا. نفس المنهج ده، هي دي الناس دي اللي ساكتة عن اللي بتعمله اسرائيل في سوريا وفي فلسطين. يعني اسرائيل تضرب سوريا بالطيارات، ما حدش يطلع بيان، ما حدش يقول كلمة، ولا موقع من المواقع اللي انتوا بتشوفوها على صفحات التواصل بيدينوا العدوان الاسرائيلي على سوريا. بالعكس، دول شمتانين، دول سعداء بضرب سوريا، سواء كان الضرب ده لمواقع في الجيش او حتى لمواقع مدنية. اذا القضية هنا قضية مزدوجة وقضية مركبة، وقضية القصد منها هو التشويه والقصد منها هو الاساءة. احنا في نقابة المحامين موقفنا واضح في هذه القضية وفي قضيتنا الفلسطينية، علشان واللي قاله الاستاذ مازن في بداية الكلام عن كامب ديفيد صحيح. احنا في مصر مش مع اسرائيل في اي صلح او تصالح او تسوية او مساواة، اما نحن واما اسرائيل. فلسطين بالنسبة لنا من النهر الى البحر، فلسطين بالنسبة لنا عاصمتها القدس، لا الشرقية ولا القدس الغربية، كل القدس عاصمة فلسطين. واللي يقول غير كده احنا مش معاه وضده، ونقابة المحامين مش هتتخلى عن هذا الواجب وعن هذه المسؤولية. نقابة المحامين نقابة رجال، نقابة رجال، حتى مع مشهد المحاميات اللي أمامي رجال في الصفة، رجال في الصفة، لأني أعلم أن صفات المحاميات معي هي صفات رجولة، التي أشاهدها الآن هي صفات رجولة مش صفات نوع. وإن الرجولة صفة لكل الناس، صفة للرجل وللمرأة على سواء، ولذلك أنا سعيد برجولة المحاميات وجدعانة المحامين. عاشت نقابة المحامين للوطن، وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.